نضيف زيت زيتون، نضيف البصل لغاية ما يذبل البصل، نضيف اللحم المفروم، نضيف اللحم المفروم، نضيف عليه ملح. هذه الملعقة بصل، هذا من بهارات الكاكو الجاهزة، وإذا تحبوا تحطوا أي بهارات ثانية مشكلة عادي، بس أنا استخدم البهارات الكاكو الجاهزة. هذا عصير الطماطم، وأضفنا له حبتين طماطم وملعقتين من الصلصة، أي صلصة تحبوها بس أنا أفضل هذه، ملعقتين كبيرة. بعد ما كده نضيف شوية اللحم، نضيف عصير الطماطم مع الصلصة، سلام عليكم. الطعم مليون في المية، أقول لكم لذيذ لذاذة مو طبيعية بالله، اللي يجربها يقول لي. كده خلاص اللحمة جاهزة، يلا نروح نحشيها، حوريكم الطريقة للحشوة. هذا هو العيش حق التاجو أو هذا التورتيلو، بس أنا حامل اليوم بهذا. والآن نحشيها، بطاير التاجو جاهزة بهذا الشكل، هي ما توقف من دقيقة. نضيف الطماطم بهذا الشكل، قطع الطماطم التزيين، جبنة موزاريلا بهذا الشكل، يا سلام. شوفوا صارت جاهزة، وعليكم بالعافية. تحطوها شوية في الفرن عشان تسيح الجبنة، يا سلام. جربوها.